مساء الخير. رح أعمل معكم اليوم موزاة لحم الغنم مع الخضروات. أول شيء رح نحتاج إلى موزاة غنم بالإضافة إلى ملح وفلفل أسود وأوريغانو بابريكا كمون وثوم مطحون. رح أحتاج كمان إلى شراب عنب غير محلى، زيت زيتون، زيت عاني، مرقة دجاج. أنا حستخدم الجاهزة، ممكن تستبدلوها بمرقة دجاج تعملوها بنفسكم. بالإضافة إلى تشكيلة من الخضروات، أنا استخدمت الأنواع الصغيرة، فهنا عندي جزر وبطاطس وبصل صغير، بالإضافة إلى ملفوف صغير. هذا شراب العنب الأحمر غير محلى، تلاقوه متوفر في الدانوب ومانويل. اللي ما تلاقيه أو ما يتوفر عندها تقدر تلغيه من الوصفة. في زبدية حطيت البهارات مع الملح والفلفل الأسود والثوم وزيت الزيتون، رح أقلبهم مع بعض، وبعد كده رح أدهن بيهم موزاة اللحم. صار شكله زي المعجون. دحين رح أبدأ أدهنه على قطع اللحم اللي موجودة عندي. كل ما جلس اللحم في التتبيلة كل ما كان أفضل، من ساعتين، وممكن كمان تمروا الخطوة هذه من قبل بيوم وتخلوا موزاة اللحم في الثلاجة. على النار دمجت الزيت النباتي مع زيت الزيتون. رح أبدأ أحمر موزاة اللحم على كل جهة، بس ما رح أحطهم هم الأربعة، رح أحط قطعتين، ولما يخلصوا رح أحط القطعتين الثانية. حطيت موزاة اللحم مع كل الخضروات في الصينية، ودحين في نفس هذه الطاوة رح أحط شراب العنب ومرقة الدجاج. زودت ملح وحسيبها تغلي على النار من 3 إلى 5 دقائق، وبعدين رح أصبها فوق صينية موزاة اللحم. حدخل الصينية الفرن في الرف الوسط. الحرارة حتكون بس من تحت على 230 درجة مئوية أو 450 فهرنهايت.